السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي متابعين عائلة أم زياد. النهاردة هعمل معاكم وصفة جديدة وحاجة طريقة حلوة جدا جدا وحاجة سهلة خالص بأقل التكاليف وأقل الإمكانيات، بس يا رب يكون فيديونا خفيف عليكم ويعجبكم إن شاء الله. الطريقة بتاعتنا سهلة معانا وهتبقى حلوة بإذن الله، والمقادير كلها في البيت وموجودة في أي بيت. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول طريقتنا بتاعتنا، ما تنسوناش بقى تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتقولوا لنا ايه رأيكم في الطريقة بتاعتنا الجديدة اللي هنعملها معاكم دي ان شاء الله. النهاردة هنعمل معانا طريقة حلوة جدا اسمها طريقة الكرواسون، بجد طريقة سهلة جدا جدا وعملية وحلوة ومفيدة. الطريقة سهلة بتاعتنا خالص، بس قبل ما نبدأ برضو فيديونا ما تنسوناش تعملوا لنا لايك، ويلا نشوف بقى طريقتنا ومقاديرنا عاملة ازاي. اول حاجة هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدأ معانا نقول المقادير بتاعتنا. معانا كيلو دقيق، معانا هنا كوباية زيت، كوباية زيت، معانا كوباية لبن، كوبايتين مية دافيين، معانا خميرة، ومعانا فانيليا، معانا معلقتين سكر، معلقتين سكر كبار، ومعانا ذرة ملح، معانا ذرة ملح. كل المقادير دي هنبدأ بقى معانا مع بعض نبدأ نجهزها. هنا هنبدأ بقى نحط السوائل كلها مع بعض، هنحط الخميرة، السكر، زي ما انتم شايفين معانا كده حطيت الفانيليا والسكر، السكر والخميرة على بعض. هنحط نبدأ نحط السوائل كلها على بعض، ونحط معانا الزيت، ونحط معانا، نسيت اقول لكم ان احنا معانا بيضة كمان، نحط معانا البيضة، نحط البيضة، هنحط كل المقادير السوائل مع بعض ونضربها. وادي كوباية اللبن والفانيليا، عشان ريحة اللبن، عشان ريحة الزفارة، ومعلقة خل صغيرة. معلقة خل صغيرة، شوية خل صغيرين خالص أو هنا عشان الزفارة بس. ونبدأ بقى نقلب كل المقادير بتاعتنا دي أهو لحد ما ندوب السكر. ندوب السكر كده يبقى، شوفوا يبقى السكر ده معانا. ما شاء الله الله اكبر، شكلها عامل ازاي، جميل جدا. يعني كده معانا السكر ده. هنبدأ بقى بالدقيق، ننزله واحدة واحدة، الدقيق هننزله واحدة واحدة معانا على الخليط شوية بشوية، عشان برضو نحط المية لما يعتيه. طبعا طول ما انا كده هعمل بالمضرب لما تسيل، وطبعا هكمل بقى الميه الدافيه، حبه الميه الدافيين، كوبايتين ميه دافيه. نبدا نلعب ننزل بيت الدقيق شويه برده شويه، لحد ما تبدا تتقل الدقيقه. هنخف عليها بقى الايه، هنزود الميه لحد ما نخلص الدقيق. بسم الله ما شاء الله الله اكبر، شكلها عامل ازاي، هعملها وارجع لكم. زي ما انتم شايفين معايا اهو يا حبايبي، شوف العجينه خلاص ما بقاش ايدي فيها اي حاجه، اهو شيلها خالص بكل سهوله. العجينه شوفت ماسكه في ايدي خالص اهو، مفيش اي حاجه في ايدي. هسيبها بقى ترتاح معانا حوالي 10 دقايق كده، ونرجع بقى نوريكم عملنا فيها ايه. كده انا سبتها معانا هي اتريحت شوية 10 دقايق، هنبدأ بقى نمسكها كده ونقوم مقطعاها حتت اهي،
كده واركنها. كل ما تبقى صغيرة كل ما تبقى حلو عشان ما تبقاش تخينة. هقطعها وارجع لكم. هنا زي ما انتم شايفين انا قطعتها عشان حتت كبيرة، علشان ان انا هفردها كلها واعملها سنبوكسات زي السنبوكسة كده. وانا فردتها معانا وقطعتها اهوت. هنبدأ بقى نحشيها. اي حشو عندك بتعمليه، شوكولاتة، جبنة، اي حشو. فانا هبدأ بقى نحشيها مع بعض. هنا دي اول واحدة هي، بس لو هي كمان تبقى رفيعة تبقى احسن. هي لو تبقى رفيعة تبقى احسن. هنجربها معاكم اهي. الحشو هنا معايا شوكولاتة، هنبدأ نعمل بها شوكولاتة. لو عندك قطاع عندك اي حاجة، بس الشوكولاتة ساعت خالص. هحط بالمعلقة زي ما انتوا شايفين معايا اهي حبايبي. شفتوا انا خلصت المجموعة بالشوكولاتة دي كلها، دول كلهم بالشوكولاتة خلصتها. فقلت بقى اما اخلص هوريكم معايا. شفتوا انا عاملاها حجمها صغير ازاي. حطيت طبعا ورق زبدة في الصينية عشان تبقى ما تلزقش. وقلت بقى اما اخلصها وبعدين هسيبها تخمر معانا وبعدين هنرجع نخبزها. فقلت اما انا خلصت كده الشوكولاتة هعمل بقى حشوة تانية، حشوة بتعمل الجبنة. اي حاجة عندك عايزة تحشيها بيها احشيها، مفيش مشكلة، كل حاجة بتبقى حلوة. انا هنا عاملها هي معايا الحشوة التانية، هبدأ اقطعها برضو سان بوكسات. هقسمها اتنين كده. لو عندك القطاعة مفيش مشكلة، انا ما عنديش قطاعة فهستعمل السكينة. برضو انا ما بكبرش السنبوكسة عشان ما تبقاش تخينة. السنبوكسة لو كانت تخينة هتبقى وحشة. انا عايزاها الحجم الصغير ده عشان تبقى شكلها شيك وحلو وطعمها ألذ بقى واحلى كمان ان شاء الله. بجد لو عجبتكم جربوها، مش هتخسروا حاجة بجد. واوفر في البيت طبعا، كلنا عيالنا اطفالنا بيحبوا الحاجات ديت. تبقى حلوة معانا ان شاء الله. هجرب حاجة هكمل بقى وارجع لكم بقى يا حبايبي واوريكم انا عملتها ازاي. كده اهو يا حبايبي الكمية بتاعتي كلها خلصت. انا كده خلصت كله اهو زي ما انتوا شايفين معايا. هبدأ بقى اجيب الوش احط عليه شوية لبن واعمله بالفرشة وادخله الفرن بقى. بس انا هسيبه برضو، ودي اللي انا عاملاها الاول اهي، قربت تخمر. هغطيه بقى واسيبه حوالي نص ساعة او 10 او ربع ساعة، واقوم مدخلاه الفرن بقى واسويه واوريه لكم بقى بعد ما يستوي شكله عامل ازاي. شوفوا القعر بقى هو كده، ما خدتش ثواني في الفرن. ما بتاخدش كتير ولا حاجه. شايفين طريه وحلوه ازاي، طعمها جميل وحاجه جميله ونضيفه وعاملينها في البيت. والشوكولاته بقى دي طبعا جميله جدا جدا، ولو كنت سبتها اكتر من كده كمان كانت تبقى احلى واحلى كمان. زي ما انتوا شايفين معايا هي طالعه بقى لها شويه، لازم تسيبها تبرد شويه عشان تبقى حلوه معانا اهي. بس ده كان في اول الفرن اهي. بالله عليكم لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوناش في لايك وشير وكومنت حلو منكم، وتقولوا لي ايه رايكم في التعليقات في الكروسو بتاعنا الجميل دوت اهو زي ما انتم شايفين معايا. يا رب يكون فيديونا خفيف عليكم وطريقتنا سهلة وجميلة ان شاء الله. ما تنسوناش بقى في اشتراك في القناة وتفعلنا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مع عائلة ام زياد. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.